على مدى 4 عقود حاول اليمن دون جدوى الانتقال إلى دولة القانون والحكم الرشيد. الفشل في تحقيق هذا الهدف خلق مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية. وفيما يعمل مؤتمر الحوار على بناء الدولة المنشودة، تبقى المهمة الأصعب تحديد خارطة طريق لإصلاح ما يصفه المراقبون بجهاز مؤسسي مختل وبناء تشريعي معتل. بعض القوانين تعطل عمل جهاز كامل، خصوصا في الأجهزة التي تحارب الفساد والأجهزة الرقابية، تعطل عملها، ملفات تتعطل، ملفات لا ترفع إلى القضاء نتيجة أن قانون يعارض قانون، أو قانون غير موجود، أو إجراء معين غير موجود. يتبنى فريق الحكم الرشيد أهدافا لتقويم هذا التصادم في التشريعات والمهام والإجراءات، وتأصيل قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وإزالة ما يعوق سيادة القانون. لا يمكن أن تبني دولة أو جسم بدون عمود فقري. العمود الفقري للدولة هو القضاء النزيه المستقل. نحن الآن نسعى جميعا إلى بناء دولة يمنية حديثة تسودها العدل والمساواة وأيضا سيادة القانون على الجميع. أظهر البحث في سياسات النظام السابق أن العبث بأدوات الحكم لم يؤدي فقط إلى تفشي الفساد وهدر الموارد وعدم المساواة والإقصاء والتهميش، لكنه أضر بعلاقات اليمن الخارجية وعرض مصالح البلاد للخطر. أصبحت اليمن منطقة بؤرة تهديد للمصالح الخارجية، وهذا يقلب التدخل الخارجي على اليمن. سماءنا مفتوحة، أراضينا مفتوحة لكل أنواع التهديدات ولكل أنواع التدخلات. المصدر الرئيسي لهذا الخلل هو الطريقة اللي يدير بها الحاكم سياسته الخارجية، ليست إدارة رشيدة. مهما يكن ما سيخرج به مؤتمر الحوار عن شكل الدولة ونظامها السياسي، فإن الغاية التي يتطلع إليها الشارع اليمني هي دستور يعلي مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد ويحقق العدالة والمساواة. إيهاب الشوافي، العربية، صنعاء.